الثاني الأساسي درسنا لهذا اليوم رياضيات العدد السابق والعدد التالي. قرر كامل الذهاب إلى منزله فبدأ بالعدد 122 وبدأ القفز. ما العدد الذي قفز إليه كامل؟ العدد 123. أحسنتم. ثم العدد ما العدد الذي بعده؟ 124. ثم قرر نسي كامل فقرر العودة إلى العدد 123. أحسنتم. العدد 124 ما هو العدد السابق له؟ 123. أما العدد التالي له فالعدد 125. نلاحظ أنه العدد التالي قد زاد بواحد عن العدد موجود العدد البيني. نسميه هذا العدد الذي بالوسط اسمه العدد البيني. العدد البيني يزيد العدد التالي عن العدد البيني بواحد وينقص عن والعدد السابق ينقص بواحد عن العدد البيني. دعونا نرى العدد التالي هو العدد الذي يزيد بواحد عن العدد المعطى. أما العدد السابق هو العدد الذي ينقص بواحد عن العدد المعطى. لدينا السؤال التالي 406. ما هو العدد التالي لهذا العدد؟ 407. نلاحظ قد زاد بواحد. ما هو العدد السابق للعدد 406؟ 405. العدد الآخر 540. ما هو العدد التالي له؟ 541. ما هو العدد السابق؟ 539. نلاحظ أعزائي الطلبة أنه يزيد عن العدد التالي يزيد عن العدد المعطى بواحد والعدد السابق ينقص عن العدد المعطى بواحد. أعزائي الطلبة أتمنى لكم أن تقوموا بحل هذا التمرين وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.